بعد ما كنا شفنا لي 3 برومي كولون في الجزء الاول ولي 2 كولون اللي تابعينهم ديال لي باج والكولون ديال تيب دامبوزيسيون والكولون دو نومبر دو بلاك. دابا غنشوفو 8ام كولون في الطابلو اللي هو نومبر دو في باغ اكزومبل. كما كنا حنا شفنا في لا 3ام كيسيون لا باردون لا 3ام ايتاب في لا كيسيون الاولى غيزي لي تيب دامبوزيسيون كانت خرجات لينا 16 باج 16 باج باغ في بابي. يعني كل 16 باج غطبع لينا في ان في بابي. يعني هنا ملي نبغيو نعمرو النومبر دو في اكزومبلير فيما لقينا 16 نكتبو واحد. يعني حيت هاد الكاين الاول كامل غادي يطبع لينا في ورقة واحدة 16 واحد 4 4 شحال كتمثل لينا من هاد 16؟ كتمثل الربع. يعني 1 سور 4 16 واحد 4 1 سور 4 8 شحال كتمثل لينا؟ 8 كتمثل لينا نص ديال 16. يعني واحد يعني اللي بغينا نطبعو هاد الكتاب غنطبعو في نص ورقة واللي بغينا نطبعو هاد الكتاب غنطبعو في ربع ورقة. 16 واحد 8 واحد ونص هنا واحد النومبر توتال هو 6 ونص في باغ اكزومبلير. هاد 6 ونص اللي بغينا نطبعو هاد الكتوبة كاملين هاد لاغوفي كاملة اللي فيها 104 ديال لي باج غنحتاجو 6 الورقات ونص من الفي بابي اللي كانت عطانا العبار ديال في المرة الاولى. هذا هو الطابلو كامل. هاد الطابلو كامل غنحتاجو غنخرجو منه السؤال الثالث اللي هو هذا ديال الشيما دامبوزيسيون ديال اللي عطينا. غنخرجو منه لي نومبر دو بلاك نومبر توتال دي بلاك ونخرجو منه السؤال الاخر نومبر دو في باغ اكزومبلير.